الراديو 90-90 هواها مصري. أستاذ بقى وحمدي مرغني بيستعدوا بقى لمفاجأة مفاجأة جمهورهم من خلال الظهور في عمل فني جديد في فيلم كوميدي. الفيلم من إنتاج وائل عبدالله وإخراج معتز التوني اللي هيحاول استغلال تركيبة حمدي مرغني وأسقس في العمل اللي رفض أسقس إنه يكشف عن تفاصيله واكتفى بإنه مفاجأة لكل اللي اتمنى يشوفهم في عمل واحد هو حمدي، خاصة بعد ما كان مقرر رمضان اللي فات إن هما يلعبوا بطولة مسلسل روحين في سكيبة خلال شهر رمضان قبل تأجيله بصورة مفاجأة، من الواضح إنه هيتأجل للمرة الثانية السنة دي، فهو مبسوط إنه هو مع حمدي المرة دي.